مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من صحافة الغد بنتناول فيها بالقراءة وتحليل أهم الأخبار والمقالات والقضايا التي تشغل الرأي العام. البداية فيها بأبرز العناوين. من جريدة الأخبار، الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ مشروع قطاع الاتصالات. اليوم السابع، نقل تجربة علاج كورونا للسودان. شروق أمانة النواب، استقبال الأعضاء الجدد وفق جدول زمني على مدار 6 أيام بدءا من غد. اليوم السابع، طلاب أولى ثانوي ينهون الامتحان التجريبي. أهلا بحضراتكم. التفاصيل، وجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ذكر كمان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذلك التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسية، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري. كما أطلع سيادة الرئيس خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرات مصر الرقمية ومستقبل رقمي، فضلا عن جهود تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتي شهدت تطوير ما يقرب من 1600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة لغة العصر بالأهرام. أستاذ شريف، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ شريف. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ شريف. يعني اليوم الرئيس بيوجه بتعزيز استخدام التقنيات والمعايير العالمية في قطاعات الاتصالات، أهمية هذا الأمر تماشيا مع التحديات التي تواجه الدولة في هذا الإطار. هو التوجيه باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال النواحي الحياتية لينا كلنا، سواء من التحول الرقمي المنشود، إعلان وتحقيق مفهوم مصر الرقمية من خلال توفير بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين لعملية التحول. اللافت النهاردة في المتابعة عرض معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على سيادة الرئيس إعلان العاصمة الإدارية العاصمة الرقمية العربية 2021، لأن احنا من يومين مصر تسلمت المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب. وكان أهم نتائجه هو إعلان أن العاصمة الإدارية هي المدينة الرقمية العربية. معنى كده أن احنا بنتكلم على مدن الجيل الرابع، المدن الذكية، المباني الذكية، استخدام أحدث التقنيات في مجال المدن اللي هي حياة الناس، اللي هي الأمم المتحدة من خلال الأمم المتحدة للمسكن والمأوى الهابيتات UN، والاتحاد الدولي للاتصالات حاطط المعايير ديت، واحنا كمصر بننفذها من خلال عاصمة جديدة
بالكامل هي عاصمة رقمية، وهيتبلور الكلام ده في 2021. معالي الوزير عرض استيعاب البنية التحتية والتطوير للعلاج عن بعد، التعليم عن بعد. احنا النهاردة عشان جائحة كورونا في كل مراحل التعليم بتبقى أيام بالكامل من خلال الانترنت، فكل الكلام دوت بيخلينا نستعد أو يبقى في احتياج بزيادة للبنية التحتية. طبعا لم يخفل معالي الوزير مكاتب البريد وتطويرها اللي هم 1600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وبيتكلم على خدمات الشمول المالي اللي ممكن يبقى فيها خدمات بنكية. يعني هيئة البريد لا تقوم بعمل البنوك، لكن ممكن تقدم خدمات بنكية وشهر عقاري عشان حركة التمويل المشروعات متناهية الصغر. كل الكلام دوت من خلال محافظ التليفون المحمول، عندنا 4 شبكات، عندنا 100 مليون مشترك، عندنا تقنيات وعندنا رولز وقوانين من خلال البنك المركزي بتساعد على إنشاء المحافظ الإلكترونية الرقمية للسداد. دلوقتي كل المشروعات الرقمية أو مشروعات الدولة في مجال الإسكان ممكن تدفع من خلال المحافظ الإلكترونية الرقمية. خلاص شركات الدفع الإلكتروني بتدفع منها المصاريف الجامعات، مصاريف المدارس. طيب أستاذ شريف، لو بسأل حضرتك أستاذ شريف عفوا المقاطعة، لو بسأل حضرتك على كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتوسع في هذا الإطار عبر استثمارات حقيقية بتعمق هذا وتنقل التكنولوجيا بشكل كبير. هو حضرتك احنا النهاردة 4 شركات محمول، 3 منهم استثمارات خارجية بالكامل. يعني الدولة عشان الاحتياج لكل اللي اتكلمنا عنه طرحت 80 ميجا جيجا جداد في مجال التليفونات المحمولة والترددات عشان نفك الاختناقات في بعض المدن اللي مش قادرين نبني فيها أبراج، علشان الطرق الجديدة، المدن الجديدة، المشروعات الجديدة. اتعملت مزايدة، الفلوس المزايدة بالمليارات كلها اتدفعت من خلال فلوس متحولة من بره. فكل ده لو الشركات العالمية، إذا كانت شركات فودافون، أورانج، اتصالات، كلها شركات مملوكة لمجموعات عالمية دولية، هي اللي دفعت الفلوس، ما كانتش من البنوك المحلية. النجاح اللي حصل دي المزايدة وتخطيطها طبعا بالإضافة للشركة شركتنا الوطنية اللي هي بتخش كلاعب أساسي في مجال البنية التحتية والكابلات البحرية. الموضوع الأكبر اللي يمكن حصل في الشهر اللي فات هو استخدام الفائض من الاتصالات الأقمار الصناعية اللي هو ملك للدولة في المشروعات التجارية. ليه؟ مش في بعض المناطق مش هنقدر نعمل فيها فايبر اوبتكس او الياف ضوئيه، مش هنقدر نوصل فيها ببناء محطات عشان هي بعيده عن العمران. المحطات نفسها هيتم توصيلها من خلال الاقمار الصناعيه بتكلفه تقدر تعمل تشغيل اقتصادي وتقديم خدمه لمن يحتاج بطريقه اقتصاديه، سواء جهات حكوميه في المناطق النائيه، لان الاستثمارات احنا النهارده لسه في شرم الشيخ سامعين محافظ الوادي الجديد بيتكلم على استثمارات 46 مليار لمحافظة الوادي الجديد، طريق جديد 1200 كيلو. طب الطرق دي المشروعات دي كلها هتتغطى ازاي؟ هيبقى فيها خدمات اتصالات ازاي لمن يستخدم هذه الطريقة عشان ربط الوادي الجديد بكل محافظات الجمهورية؟ لان الوادي الجديد 44% من مساحة مصر. كل ده بيحتاج بنية أساسية للاتصالات بكل شكل، سواء ألياف ضوئية، سواء أقمار صناعية، اتصالات محمولة، وهي في الآخر كلها بتبقى منظومة ما بنقدرش نفصلهم عن بعض. أنا بشكرك جدا. كلها استثمارات حقيقية، يعني ما نقدرش نقول إنها تدوير لأموال داخلية، لا، هي كلها استثمارات لأنها مربحة، لأنها بتعمل تنمية. والمكسب مش المباشر من الشركات الارقام ايرادات الاتصالات، لا، هو ما يتحقق من تنميه نتيجه توفير خدمه الاتصالات لهذه المناطق لهذه المشروعات.
بشكرك جدا الأستاذ شريف عبد الباقي، رئيس تحرير مجلة لغة العصر بالأهرام، شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم لليوم السابع. أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن مصر في طريقها للقضاء على وباء كورونا بعد السيطرة على حالات الإصابة الجديدة، وكذلك خطط الدولة لتوفير لقاح الأكثر أمانا لكل المصريين. وقال كمان في تصريحات له اليوم على هامش اجتماع اللجنة العلمية لنقل خبرات مصر في علاج كورونا للأشقاء السودانيين أن مصر من الدول التي تعمل بأحدث البروتوكولات العلاجية، مضيفا أن هناك تعاون كبير مع السودان الشقيق في عدد من المجالات الصحية. وأوضح كمان أنه سيتم نقل البروتوكول المصري الخاص بعلاج كورونا إلى دولة السودان للعمل به لعلاج الحالات المصابة على اختلاف تصنيفها، لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي الجديد للحالات المشتبه إصابتها بكورونا بيتضمن تغييرات كثيرة عن البروتوكولات القديمة في طريقة العلاج، بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها، كما يضمن سرعة العلاج في زمن من 7 إلى 10 أيام عكس البروتوكولات القديمة التي كانت تستغرق وقت أطول. وتابع كمان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن بلازما المتعافين من كورونا تم إدراكها في البروتوكول العلاجي الجديد في الحالات الشديدة فقط، والتي لم يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن البلازما بتحمل أجسام مضادة بتساعد المريض على الشفاء من الفيروس وترفع من قدرته على مقاومته. وأضاف أن الحالات التي ستحصل على البلازما هي الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وفي أول 12 يوم من الإصابة بالفيروس. الشروق، أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي الجدول الزمني لاستقبال أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني 2021-2026 بالنظام الفردي والقائمة، موضحا أن ذلك سيتم على مدار 6 أيام بتبدأ من الغد. وقال الأمين العام أنه نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية وحرصا على سلامة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، أعدت الأمانة العامة خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد وتسليمهم كرنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية على عدة أيام لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يتم الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب في الأيام المعلن عنها من 10 صباحا وحتى 5 مساء. وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أنه سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي وفقا لمواعيد محددة، على أن يتم استقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة بنحو الثلاثاء 22 ديسمبر للنواب قائمة القاهرة وجنوب وسط الدلتا 100 نائب، والأربعاء 23 ديسمبر سيتم استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بنحو 100 نائب، أما الخميس المقبل مخصص النواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا بإجمالي 84 نائب. وفيما يتعلق بأعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم بنحو نواب 5 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومرسى مطروح بنحو 90 نائب الأحد 27 ديسمبر، ويخصص يوم 28 ديسمبر لنواب 10 محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والتقالية ودمياط والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ بنحو 108 نائب. أما يوم 29 ديسمبر فسيكون من نصيب نواب 12 محافظة هم الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء بنحو 86 نائب. وطلبت الأمانة العامة النواب الجدد بالالتزام بالمواعيد المحددة لكل منهم وفقا للجدول الزمني المعلن منعا للتزاحم. اليوم السابع بتقول أنها طلاب الفصل الأول الثانوي العام
أمس الأحد الامتحان التجريبي الذي انطلق 15 ديسمبر الجاري، حيث أدى قرابة 653 ألف طالب وطالبة الامتحانات من المدارس ومن منازلهم على تابلت. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب خاضوا تجربة الامتحان بحماس، وكان هناك إصرار لديهم لحب التعلم والاطلاع على تجربة الامتحانات الإلكترونية والتقييم الجديد الذي يستهدف نقلهم من أسلوب الحفظ إلى الفهم والتعلم الممتد طوال الحياة. وأوضحت التعليم وزارة التعليم أن فترة الامتحان شهدت حضورا مرتفعا للطلاب على منصة التعليم سواء من داخل المنازل أو المدرسة، مبينة أن الطلبة تعاملوا مع الأسئلة وعرفوا مستواها الحقيقي بعيدا عن الحفظ، لافتة إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الفصل الأول الثانوي كان من أجل التدريب فقط، وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تعقد في مواعيدها المحددة في يناير القادم، مشددة على أنه لا صحة لإلغاء امتحان الفصل الدراسي الأول، وأن هذه الاختبارات بالدرجات تضاف إلى درجات الترم الثاني ومن خلالها بينتقل الطالب للصف الأعلى. وقالت كمان أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تعقد إلكترونيا على التابلت من خلال لجان امتحان، مشددة على أن درجات العام الدراسي لا تضاف لمجموع درجات الطالب المؤهل للجامعة، على أي أنها سنة تدريبية في التقييم الجديد، ولكن الامتحانات التي تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني من يرسو فيها يبقى للإعادة بالعام القادم بعد دخول امتحان اللاحق في الصيف. الأخبار، أول معرض لتكنولوجيا تحويل السيارات العمل بالغاز الشهر القادم جامع إطلاق المبادرة الرئيسية وتعميق التصنيع المحلي في مصر. بتنظم مصر أول معرض لتكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز يناير القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيشهد المعرض إطلاق المبادرة الرئيسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز في مصر. يشارك في المعرض كبرى شركات السيارات العامة بالسوق المحلي والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز والوكلاء والمستوردين للسيارات التي تستخدم البنزين والغاز، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك عدد كبير من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك خلال لقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع 40 من رؤساء وممثلي كبرى شركات السيارات والوكلاء، بحضور المهندس محمد السويد رئيس اتحاد الصناعات والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. أوضحت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية بتستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين. وأشارت إلى أن هذه المبادرة بتلقى اهتمام كبير من رئيس الوزراء الذي وجه بأهمية تضافر جميع جهود أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة التي تتيح للمواطن المصري اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن. دي كانت آخر الأخبار في صحافة الغد، بكرة فريق عمل جديد وأخبار جديدة بكل تأكيد. حتى نلتقي، شكرا لكم وإلى اللقاء.